السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ معكم زميلتكم مريم رسمة تيم اول كورس. ان شاء الله النهاردة هراجع المحاضرة بتاعة البلاصة بتاعة الهيدونيك في الاناتومي. طب بسم الله الرحمن الرحيم. كده كنا بنقول احنا عندنا ايه؟ اتنين كاروتيد ارتري، عن اتنين كومن كاروتيد، واحد رايت واحد ليفت. قلنا الرايت بيبقى جاي من براكيو سيفاليك ارتري ورا الاسترنو كلافيكولار جين. قلنا الليفت بيبقى جاي منين؟ جاي من الارش بتاعة الاورطة في السوبيريو ميديسال. كنا بنسكن منها ايه؟ كنا بنسكن منها ان الليفت ده، الليفت ده اللي هو اللي في القلب، فهو بيبقى جاي على طول من الاورطة. ادي الليفت كومن كاروتيد ارتري، وادي الليفت سبك ليفيان ايه ارتري. ثواني اللون حلو كده. ادي الليفت، ادي الليفت ايه كومن كاروتيد ارتري، وادي الليفت سبك ليفيان ارتري، جايين على طول من الارش بتاعه الاورطة. بس كان بيطلع عندي براكيوسيفاليك ارتري طالع من الارش بتاع الاورطة، كان بيديني رايت سبك ليفيان ارتري، وادي الرايت كومن كاروتيد ارتري. فالرايت كومن كاروتيد كان بيطلع من، بيطلع منين يعني؟ بيطلع من براكيو سيفاليك ورا عند الرايت استرنو كلافيكولار جوينت كده. والليفت كام كورت بيطلع من ايه؟ من الاورطة على طول في السوبيرير ميديا ستاين. طيب دلوقتي عند احنا قلنا ايه كان بينتهوا فين؟ عند الابر بوردر بتاعه الثايرويد كارترج، عند الابر بوردر بتاعه الثايرويد كارترج كده، او الديسك اللي ما بين سي 3 وسي 4 كان بيديني ايه؟ كان بيديني انترنال جوجلر فين واكسترنال جوجلر فين. ادي اهو، ادي الابر بوردر بتاع، يعني اهدى بقى، ادي الابر بوردر بتاعه السيرفر كارترج اهو، كان بيديني ادي الانترنال جوجر وادي الاكسترنال جوجر فين. وكنا بنقول في نفس الوقت ان هي بتبقى موجوده عند الديسك اللي ما بين سي 3 وسي 4، بيديني انترنال جوجر فين واكسترنال جوجر فين. طيب كنا بنقول ان في دايليشن كده في نهايه الكومن كاروتيد ارتري وفي بدايه الانترنال كاروتيد ارتري، كنا بنسميه كاروتيد ساينس. قلنا ده بيبقى عباره عن ايه؟ باور ريسبتور. وقلنا في حاجه اسمها ايه؟ كاروتيد بادي. ايه كاروتيد بادي ده؟ كنا قلنا ده بيبقى عباره عن سمول ستراكشر صغير كده، بيبقى موجود عند البوينت اللي بيحصل فيها البايفوركيشن بتاعه الكومن كاروتيد ارتري. قلنا ده بريفرال كيمو ريسبتور، بيحس التغيرات اللي بتحصل في الكيمياء بتاعه الدم. طيب والنيرف سبلاي اللي كان ايه؟ كان بيرصوا فرنجيال نيرف. ادي الرسمه ليهم. ده الكاروتيد ساينس اهو، وادي اللي في النص ده اللي هو الكاروتيد الباطني بتاع الاصفر الصغير اللي كان في النص ده. طيب بعد كده نشوف الريليشن بتاع ايه الكومن كاروتيد ارتري. قلنا كان قدامي كان عندي ايه؟ عضلتين، عندي الاسترنو ماستوي ماسل، عند الاسترنو ماستوي ماسل، وعند السوبيريور بيلي بتاع الامو هيويد ماسل. بعد كده كان عندي ورا، كان عندي ايه؟ فيرتبري، كان عندي ترانسفيرس بروسيس بتاع اخر اربع سيرفايكال فيرتبري. قدام العضله، قدام الفقرات في عندي عضلات، يبقى البري فيرتبرا ماسل كمان. وكان عندي كمان بتاع الاصفر ده اللي هو ايه؟ السمباثيتك ايه ترانك. يعني اللي بتاع الاصفر ده اللي هو ايه؟ سمباثيتك ايه ترانك. سمباثيتك ايه ترانك ده كان ايه ورا، وكنا بنسمي البوستيرور ديب والانتيرور سوبرفيشال. طيب ميديا لو كان ايه؟ كنا بنقول ميديالو على حسب السكشن اللي انت واخد منه، على حسب السكشن اللي انت واخد منه. لو انت واخد من فوق هتلاقي التراكيه، ووراها هتلاقي الفرنكس. طب لو انت واخد، سوري، لو انت واخد من فوق هتلاقي اللارنكس، وهتلاقي من وراها الفرنكس، تمام. انما لو انت واخد من تحت هتلاقي التراكيه، وهتلاقي وراها الاسوفيجاس. طب هتلاقي التراكيه وهتلاقي وراها الاسوفيجاس. وطبعا ميديالو هتلاقي اللوب بتاعه الصغير الجلان ده بيبقى موجود على التراكيه، تمام. بعد كده كان عندي لاترالو، هتلاقي ده كان كومون كاروتيد ارتري، كان ماشي في الكاروتيد تشيس. فلاترالو هتلاقي الانترنال جوجر فين، وهتلاقي الفيجاس نيرف. يبقى هتلاقي انترنال جوجر وهتلاقي الفيجاس نيرف، ماشي. بعد كده كان عندي الاكسترنال كاروتيد ارتري، ده كان واحد من التيرمينال برانشز بتاع الكومن كاروتيد ايه ارتري، تمام. المكان ما الكومن كاروتيد ارتري بينتهي بيبدا الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو عند الابر بوردر بتاعه السيرو كارترج. وقلنا الديسك اللي ما بين سي 3 وسي 4 بينتهي فين؟ قلنا ده بيمشي في السب ستانس بتاعه البارتل جلاند، ورا النيك، ورا النيك، ورا النيك بتاعه الماندبل، بيديني سوبر فيشال تمبرا، ويديني ماكسيلاري ارتري اهو. اجي جوه السبستانس بتاعه البارتن جراند، ماشي، الاكسترنال كاروتيد ارتري عشان يديني السوبرفيشال تيمبرال، ادي اهو ده السوبرفيشال تيمبرال، وادي الماكسيلاري ارتري، تمام. تمام ورا النيك بتاع المندبول، قلنا قريب من الاورجن بتاعه، بيطلع من الاسترنال ماستوي ماسل اهي، مش هو كان ماشي تحت، مش الكومن كاروتيد ارتري كان متغطي بالاسترنال ماستوي ماسل اهو، قريب من الاورجن بقى بتاعه الاكسترنال كاروتيد ارتري، بيبدا يطلع بقى من تحت الاسترنال ماستوي ماسل اهي، ويبدا ان احنا نعمله ايه؟ بلسيشن، تمام. اللي هو ده بيبدا ان هو يعني احنا نعمله ايه؟ بلسيشن، تمام. انت لو حاطط ايدك ده اللي بنحسه، يعني احنا اصلا علينا كده، لو حطينا ايدنا بين الاسترنال ماستوي ماسل ده اللي بنحس البلسيشن بتاعه، وده اللي بنعرف منه هل يعني البيشنت ده عايش لسه ولا مات، وده اللي ما كان بيحصل منه اللي هو الذبح. يعني لما حد بيجي العز بليد التحدي، يعني هو بيبقى ده اكتر حاجه سوبرفيشال، فهو ده اللي خلاص يعني هو بيدبح. وكمان يعني لو حد عنده مثلا بليدنج من
يعني مثلا في سوبرفيشال تمبورال ارتري متعور وفي بليدنج، احنا عايزين نوقف النزيف، احنا ممكن نعمل ايه؟ بنعمل ليجيشن للكومن كاروتيد ارتري، بنقفل الكومن كاروتيد ايه ارتري عشان كومن كاروتيد ارتري او الاكسترنال كاروتيد ارتري، يعني اكسترنال كاروتيد ارتري عشان ما ايه ما يجيبش دم. طيب بعد كده نشوف الريليشن بتاعته، قلنا الريليشن بتاعت الاكسترنال كروت الارتري كان 2 بي و2 ان، 2 نيرف اللي هو الهايبوجلوستال نيرف وادي الفاشيال نيرف، ادي الهايبوجلوستال نيرف اهو اللي هو بتاع الاسود ده، وادي الفاشيال نيرف اهو اهو هو بتاع الاصفر ده اللي متفرع ده، تمام. وكان في 2 بحرف البي، البي الاولى منهم البروت جلاند اللي هي دي، والبي الثانيه منهم اللي هو البوستيريو بيلي بتاع الدايجستريك موس، تمام. يبقى دي البوستيريو بيلي بتاعه الدايجستريك موس، 2 بي و2 ان، 2 بي بوستيريو بيلي بتاعه الدايجستريك والبروت جلاند، 2 ان هايبوجلوستال نيرف وفاشيال نيرف. طيب البرانشات بتاعته كنا بنستخدمها في ايه؟ سلف ابو سم. الاس الاولى اللي هي سوبيريو سيريد اي ارتر، قلنا ده كان بيبقى ماشي مع الاكسترنال رينجر نيرف اللي بيبقى جاي من الفيجاس عشان سبلاي كريكو سيريد سيريد مصر، تمام. ادي اهو ادي ده السوبر سيريد ايه ارتري اهو، بيبقى وده الفيجاس، في برانش طالع منه اسمه اكسترنال لارينجيال نيرف بيمشي معاه عشان سبلاي اني عضله اسمها كليكو سيريد ايه مصر، تمام، اللي بتبقى موجوده بين السيريد كارترج اند الكريكويد كارترج، تمام. ماشي. بعد ال ال بقى دي اللي هي اللينجوال، اللينجوال ده بيبقى ماشي في طرش راس كورس كده اهو، بيحصل له لوب ابورد اند فورورد، بيطلع upward and forward كده، بيطلع كده ويز كده، تمام. ماشي. وسبلاي ايه التانج اسمه لينجوال، تمام. بعد كده الاف اللي هو الفاشيال ارتري، ولا يخفى الفاشيال ارتري، يعني ده احنا قلنا كان بيمشي في تشر الكورس، بيخش الفيس عند الانترو انفير انجل بتاعه الماستر، الماستر كانت هنا كده، هو بيمشي ايه عند الانترو انفير انجل بتاع ايه الماستر، تمام. بيمشي في تشر الكورس بقى بيسبلاي ايه، بيسبلاي المصل بتاعت الفيس، كان فاكرين لما كنا بنقول بيدي ايه انفيريور لابيال وبيدي ابر لابيال وبيدي سوبيريور لابيال، يعني وبيدي كمان لاترال نيزل، ثواني، بيدي كمان لاترال نيزل وبيدي الانجلر ارتر، بينتهي اصلا بالانجلر ايه ارتر، تمام. وكمان بيسبلاي ايه تاني، بيسبلاي التونسل، التونسل عنده تونسل برانش، بيسبلاي التونسل، بيسبلاي كمان السمانديبولار سليفري جلاند، تمام. ودول كانوا طالعين منين؟ من الانتيريور اسبكت، والمستألف طالعين من الانتيريور اسبكت بتاعة الاكسترنال كورتيد ارتر. بعد كده عندي ايه الاستنج فرنجل، الاستنج فرنجل ده اللي هو ده بيبقى طالع من الميديال اسبكت وبيسبلاي فرنجل مصر. بعد كده عندي بقى مين، بي او بي اللي هي بوستيريور اوريكولار، ادي ده وادي ده اللي هو الاوكسيبيتال، اقول هو الاوكسيبيتال، بوستيريور اوريكل من اسمه بيغذي الاوركل وبيغذي السكالب، الاوكسيبيتال بيغذي الباك بتاعت السكالب. بعد كده عندي الاثنين ترمال برانش، عندي السوبرفيشال تمبرال ايه ارتري وعندي الماكسيلاري ارتري، قال لك السوبرفيشال تمبرال ده بيبقى ماشي مع الاوركل تمبرال بيغذي ايه، بيغذي السكالب بيغذي الفيس وبيطلع منه برانش اسمه ترانسفيرس فيشال ارتري. بعد كده عندي ماكسيلاري ارتري، الماكسيلاري ارتري ده بيمشي ايه، بيمشي ميديال للنك بتاع ايه الماندبل، بيمشي ورا النك بتاعه الماندبل كده، احنا شايلينها عشان نشوف، تمام. فهو بيمشي ايه ورا النك بتاعه الماندبل، بيخش في البتريكو ماندبل الفصه، في البتريكو بلاتين فصه اللي هي الحفره دي، تمام، هي الحفره دي اللي هو داخل منها دي، بيمشي ايه في البتريكو بلاتين فصه دي، بيصبلاي ايه، قلنا ده بيدي الابر جاو وبيدي اللور جاو. طب في مصل مغطياهم اللي هي المصل بتاعه الماستيكيشن، هو بيصبلاي بيصبلاي ليها كمان. طب انت قلت لي ابر جاو ولا ابر جاو وصل بتاعه الماستيكيشن، في كمان سقف البق اللي هو ايه البلت، هو كمان بيسبلاي البلد. طب فوق البلد في ايه، في النوز، وما بيزعلوش برضو بيسبلاي النوز كمان، هو اسمه ماجزيلاري، ماجزيلاري بقى مينينجيس، ماجزيلاري مينينجيس هي الاغشيه ايه بتاعه البرد عندنا، مينينجيس جوه الاسقان. طيب كده خلصنا الاكسترنال كورتيد ارتري، بعد كده نخش على الانترنال كورتيد ارتري، برضو البيجنينج بتاعته نفس الترمينيشن بتاعه الكومون كورتيد ونفس البيجنينج بتاعه الاكسترنال كورتيد اللي هي عند الابر بوردر بتاعه السيريو كارتر، تاني في الديسك اللي ما بين سي 3 وسي 4 زينا منها بقى. طيب بيسبلاي ايه البرين، قلنا ده بيتشقلب جوه البرين كده وبيدي برانشات قد كده. طيب بيسبلاي كمان الاي، احنا عارفين الانترنال كورتيد بيدي اوفسالمك، والاوفسالمك بيدي بعد كده السوبرا تروكل والسوبرا اوربيتال اللي هم بيغذوا بقى السوبرا تروكل والسوبرا اوربيتال، دول بيغذوا الفورهيد بيغذوا جزء من النقص، تمام. تمام بيمشي ازاي بقى الايه الانترنال كورتيد ارتري، والله الانترنال كورتيد ارتري ده في النك بيبقى ماشي جوه الكورتيد جيس مع الانترنال جوجلر فين والفيجاس نيرف. بعد كده اول ما بيسيب النك بقى اهو ادي ماشي في النك مع في كورتيد جيس، بعد كده اول ما بيسيب النك ويقوم داخل جوه الكارينيا كافتي بيخش في حاجه اسمها ايه الكاروتيد
كانال. الكاروتيد كانال دي بتبقى موجوده في عظمه كده اسمها البتروس بارت بتاعه التمبورال بون. انه بتروس يعني صخري، الجزء الصخري بتاع عظمه التمبورال، تمام. بيبقى ماشي فيها ايه؟ بيبقى ماشي فيها الانترنال كاروتيد ارتري، اللي هو الانترنال كاروتيد ارتري بيسيب خلاص كان ماشي في الكاروتيد تشيز فينك، بعد كده يقوم داخل في الكاروتيد كانال اللي بتبقى موجوده في البتروس بارت بتاع التمبورال بون. خلص الكاروتيد كانال يقوم داخل على الكاروتيد ساينس، تمام. يبقى داخل على ايه؟ كافيرنا ساينس اهي، بيقوم داخل جوه الكافيرنا ساينس بعد ما خلص ايه الكاروتيد كانال. يقوم داخل فين؟ جوه الكافيرنا ساينس. بيمشي فيها ايه؟ بيمشي ابورد اند فورورد فين؟ الكافيرنا ساينس. وبعد كده بعد ما يسيب الساينس دي يقوم داخل يديني اكه ومكه، اكه ومكه، انتيرير سيربرال ارتري ومكه ميدل سيربرال ارتري. تاني يبقى احنا قلنا الانترنال كاروتيد ارتري ماشي في ايه؟ ماشي في الانترنال، ماشي في الكاروتيد جيسيس في النك. بعد كده قام دخل على الكاروتيد كانال اللي بتبقى موجوده في البتروس بارت بتاعت التمبرال بارت. بعد كده دخل جوه الكافيرنا ساينس اللي بتبقى موجوده جوه البري جوه الاسقاليه، تمام. بعد كده سابها اداني ايه؟ اكا ومكا انتيرور سيربرال ارتري، واداني مكا اللي هو بقى ميني ميتا سيربرال ارتري، تمام. طيب الحمد لله خلصنا الانترنال كورتد ارتري. نخش على الفينز بقى، اكسترنال جوجرال فين وانترنال جوجرال فين. الاكسترنال جوجرال فين زهنا بقى، زهنا من كتر ما قلنا الاسترنال جوجرال فين بيجي ازاي. بيجي ازاي؟ بنيونيون البوستيرور ديفيجن بتاعت الريترو مانديبولار فين، ادي هو الريترو مانديبولار فين، كمان البوستيرور جوجرال فين، تمام. تاني كده بيجي ازاي؟ عند الانجل ورا الانجل بتاعت المانديبول، باتحاد البوستيرور جوجرال فين وبوستيرور ديفيجن بتاع الريترو مانديبولار فين. اهو نجيب صورة ليه، ادي ال ادي الاكسترنال جوجرال فين جاي من اتحاد ايه؟ البوستيرور ديفيجن بتاعت الريترو مانديبولار فين وادي البوستيرور جوجرال فين، بيتحدوا مع بعض عشان يدوني الاكسترنال جوجرال فين. تمام. احنا اكسترنال جوجرال فين بقى بيتنيه ماشي كده اوبليكلي على الاسترنوماستويد مسل، الاسترنوماستويد مسل بيتنيه ماشي عليها سوبرفيشال، ليها كده سوبرفيشال الاسترنوماستويد مسل لحد ما يجي كده بوان انش فوق الكلافيكل كده، بيخرم الديب فاشيا، بيخرم الديب فاشيا عشان يخش ايه؟ ينتهي في السبك ليفيان فين. بيخرج الديب فاشيا عشان يخش ينتهي في الايه؟ في السبك ليفيان فين. ده السبك ليفيان فين ماشي، بيخرم الديب فاشيا عشان ينتهي فين؟ في السبك ليفيان فين، تمام. هو اصلا اكسترنال كارتر ارتري احنا عارفين اكسترنال كارتر فين بيبقى ماشي في انهي ترانجل؟ ماشي في البوستيرو ترانجل بتاعت النك، ماشي في البوستيرو ترانجل بتاعت النك. اهو بيبقى بيسند اوبليكلي على الاسترنال ماستويد مسل جاست اباف الكلافيكل، بيقوم خارم الديب فاشيا في البوستيرو ترانجل، بيقوم خارم الديب فاشيا عشان يصب في الايه؟ في السبك ليفيان فين. الترمينيشن بتاعه هو برضه في السبك ليفيان فين. طب ايه التربيوتريز بتاعته؟ ايه اللي بيصب فيه يعني؟ والله اول حاجه بتكون بوستيرو جوجرال فين والبوستيرو ديفيجن بتاعت الريترو مانديبولار فين، كمان في انتيرو جوجرال فين اللي هو ده، ادي انتيرو جوجرال فين ده واحد اون اتش ساي كده بيصب في الايه؟ في الاكسترنال جوجرال فين. كمان واحد فوق سوبرا سكابرال، واحد بالعرض ترانسفيرس ايه سيرفال، يبقى واحد فوق سوبرا سكابرال، واحد بالعرض ترانسفيرس سيرفال، كنا نجمعهم اصلا كلهم في كلمه باص. بوستيرو ريكورد بوستيرو ديفيجن بتاعت الريترو مانديبولا والايه؟ انتيرو جوجرال فين، وبعد كده سوبرا سكابرال، بعد كده تي ترانسفيرس سيرفايكال فين ماشي. بعد كده نخش على الانترنال جوجرال فين. قلنا الانترنال جوجرال فين ده بيعتبر كونتينيشن لسيجمويد ساينس، سيجمويد ساينس مكان هنا كده بقى شكل حرف الاس عشان كده سميناه سيجمويد. سيجمويد ساينس يعني المهم بيعدي من فتحه كده اسمها ايه؟ جوجرال فورمن، بيعدي من فتحه اسمها جوجرال فورمن. بعد كده بينزل بقى ايه؟ في الكاروتيد تشيس، بينزل في الكاروتيد تشيس لاترال مين للفيجاس نيرف والانترنال كاروتيد والكام كاروتيد ايه؟ ارتر كلز دي ريليتد كلز ريليتد تو الديب سيرفايكال ليمف نود. ادي اهو ادي الانترنال جوجرال فين بيمشي لاترالي الكامو كاروتيد ارتري والانترنال كاروتيد ارتري، واللي في النص الاصفر ده اللي هو الفيجاس نيرف، ويبقى كلوز ريليتد الاخضر ده اللي هو ديب سيرفايكال ليمف نود، عشان يتحد في النهايه بقى ايه مع ايه؟ عشان يتحد في النهايه مع السبك ليفيان فين ويعملوا لي مع بعض اللي هو البراكيو سيفاليك فين ماشي. وكل ده بيبقى ورا بقى من الميديال اند بتاع الايه؟ الكلافيكل. كل ده بيبقى ورا الميديال اند بتاع الكلافيكل. نيجي نقرا الكلام
احنا بيسيب السكال من خلال الجوجلر فورامين عشان ينزل في الكاروتيد تشيس لاترال للفيجاس انترنال كاروتيد كومون كاروتيد ريليتد للديب سيرفايكال لينف نود. بيتحد مع السب كليفيان فين ورا الميديال اند بتاعت الكلافيكل عشان يديني براكيو سيفاليك فين. ومن البرانشات اللي بيديها بتاع بيديني ايه مجمعها في كلمة سيمبل يعني بيديني سوبيريور ثايرويد فين وميدل ثايرويد فين في النص انفيريور بتروزال ساينس وبيديني فارينجيال فين ولينجوال فين. نشوفهم على الرسمة. ادي سوبيريور ثايرويد فين وادي الميدل ثايرويد فين وادي الانفيريور بتروزال فين وادي اللينجوال فين وادي الفرنجيال فين. ده بيصاب له الفرنجيال مصر. طيب في كام معلومة كده عنه انه بيقولك ان هو ايه بيعمل درين. هو فين كبير يعني ما شاء الله بيعمل درين البرين والنك والفيس. طيب بيقول لك ان في انتفاخ كده موجود عند الابر اند بتاعته بنسميه سوبيريور بالب وفي انتفاخ تاني برضو موجود عند اللور اند بتاعته بنسميه انفيريور بالب. دايركتلي فوق الانفيريور بالب ده بيبقى فيه فالف اسمه ايه بايكاسبيد فالف. ماشي ماشي. لو لاحظتوا الحاجات اللي فيها انتفاخات يعني اللي هو الانترنال كاروتيد ارتري كان في انتفاخ بنسميه كاروتيد ساينس وده الانترنال انترنال برضو جوجلر فين. في انتفاخ فوق وفي انتفاخ تحت سوبيريور بالب وفي انفيريور بالب. كمان لو لاحظتوا اللي جوه التشيس انترنال انترنال جوجلر فين هو جوه التشيس انترنال كاروتيد ارتري هو اللي جوه التشيس انما الاكسترنال جوجلر فين مش في الكاروتيد التشيس ولا الاكسترنال اكسترنال كاروتيد ارتري جوه التشيس اسمه اكسترنال مش جوه التشيس. تمام بس كده الحمد لله. اتمنى اكون سهلت عليكم جزء بسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.